ليلى معها، انت فاجأتها. انت اللي عم تحكي الحكي؟ انت اكثر واحد بيعرف القصة. عمر كبر عقلك، صحيح ليلى رجعت، بس الاسباب يلي خلتها تبعد عنك لسه موجودة. كل سنين لازم تكون فهمتها انه هالاسباب كلها كذب بكذب. يا اخي مو سهلة، حرام لك، حرام حرام يا عمر تبعدها عن اهلها وناسها. اهلها وناسها؟ لكن انا شو؟ انت شو؟ بعدين انت بيرضيك شرعا وقانونا انه تكون علاقتنا بدون زواج؟ ما بيرضيني ولا بيرضي الله، بس ما فيك تجبرها. اجبرها شو؟ لك ما هي صاحبة القرار بكل القصة. لا، عم تجبرها وعم تضغطها، وهذا الضغط رح يخليها تهرب مرة تانية. قلي انت مستعدة تواجه فكرة انك تفيق الصبح وما تلاقيها من جديد؟ لك شباب خليها تحسب، خليها تفكر، خليها تقرر. انت وليلى طول عمركم هيك بتحسبوها بالورقة والقلم مثل الرياضيات. استاذ ايمن شوف حساباتك وين وصلتك، انت ببلد وعيلتك كلها ببلد تانية. هذا الكلام بالذات كان حساب عاطفي مو عقلاني. لو بقدر شيل قلبي على جنب وامشي كنت تركت الشام من زمان يا عمر. ما بدك تروحي على المشغل اليوم؟ لا. يعني لساتك زعلانة مني؟ لا ماني زعلانة، بس كيف بدي روح والكل مفكرني سراقة؟ بدك يعني اعتذر منك قدام الكل؟ يا ستي أنا جاهزة. أنا ماني لئيمة، بس باسمة لازم تعتذر. هدى أنا ما فيني خلي باسمة تعتذر منك، البنت كمان إلى وضعها ونحن لازم نراعيها. بعدين أنا حكيت مع الكل، الكل صار بيعرف أنه أنت مالك علاقة.